بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم جميعا بكل خير. أهلا وسهلا بحضراتكم في المحاضرة الثامنة من مقرر ديجيتال ميديا إثكس. اليوم من خلال محاضرتنا هنستكمل الحديث في إطار شابتر 4، واللي أشرنا إنه بعنوان Friendship, Slow, Fair Technology and Democracy. ويمكن زي ما أشرنا فيما سبق إن هذا الشابتر هو واحد من أهم فصول الكورس، لأنه يعني بيجمع بداخله مجموعة من الظواهر الإعلامية في بيئة الإعلام الرقمي، واللي كان ليها انعكاس كبير على الإيثيكال فريم ووركس المنظمة للديجيتال ميديا. يعني في إطار هذا الفصل بنتناول قضايا زي تأثير السوشيال ميديا على الإيثيكس والبرايفاسي وموضوع الفريدم اوف انفورميشن والديموكراسي والسلو فير تكنولوجي والكريديبيليتي والفيك نيوز والفيك انفورميشن، وكلها يعني تعتبر قضايا وموضوعات بتشكل صلب المشكلات او الايثيكال تشالنجز اللي بتواجه الديجيتال ميديا، زي طبعا ما حضراتكم جميعا عارفين. كنا خلال المحاضرتين السابقتين واللي اتكلمنا يعني فيهم داخل هذا الفصل، تناولنا ما يتعلق بالفريندشيب ثرو سوشيال ميديا او العلاقات على وسائل التواصل الاجتماعي، واتكلمنا كمان عن السلو فير تكنولوجي او التكنولوجيا البطيئة العادلة، وكمان تناولنا الديموكراسي او الديمقراطية وحرية المعلومات، وعرفنا ازاي ان حركة المعلومات على الشبكة وعلى السوشيال ميديا كان ليها انعكاس كبير على مستوى الحرية والديمقراطية داخل كثير من البلدان. في هذا الاطار تناولنا في المحاضرة الماضية موضوع بعنوان Democracy, Freedom and Trust at a Time of Digital Distribution، او الديمقراطية والحرية والحقيقة في زمن الاضطراب الرقمي. ومن هذا الموضوع تناولنا الإطار المفاهيمي والقانوني لحرية الإعلام وحرية التعبير. بعدها كان في عندنا موضوع بعنوان Information the key of democracy، أو المعلومات مفتاح الديمقراطية. ومن هذا الموضوع تناولنا بعدين أساسيين، أولهم موضوع بخصوص وضع الإعلام بين الديمقراطيك كالتشر و التقدم التكنولوجي او اللي هو technological progress، وكان البعد الثاني عن المعلومات والحاجة للحقيقة او information and the need for trust، وازاي ان في ترابط قوي بين اهمية وجوهرية المعلومات ومدى صدقها ودقتها. هننتقل اليوم للحديث في موضوع جديد ليه اهمية كبيرة وعلى درجة عالية من الخطورة والحساسية، وهو موضوع الفيك نيوز، واللي هي يعني بنعني بيها الأخبار المغلوطة أو المزيفة، اللي أصبحت بكل أسف ظاهرة ملفتة جدا في وقتنا الحاضر. يمكن بنلاحظ إن يعني حوالينا في باستمرار كم كبير من المعلومات والأخبار اللي يعني إلى حد ما فيها نوع من الزيف أو الخطأ، واللي بتظهر نتيجة لعوامل مختلفة والأسباب كثيرة، لكن في النهاية ليها الكثير من السلبيات والانعكاسات الخطيرة. في هذا الصدد هنتناول موضوع بعنوان Fake News on Social Media The Impact on Society، أو الأخبار الزائفة والسوشيال ميديا والتأثير على المجتمع أو تأثير هذه الأخبار على المجتمع. ومن خلال هذا الموضوع هنعرف إيه المقصود بال fake news، أو يعني what is fake news، و يعني انتشار الأخبار الزائفة وعلاقتها بالسوشيال ميديا، fake news spread and social media، وهنتعرف كمان على مصادر هذه النوعية من الأخبار أو ما يسمى بالcontributors of fake news. أما موضوعنا الثاني هيكون بعنوان five types of misinformations أو misinformation، أو خمس أشكال للمعلومات المغلوطة، وفي إطاره يعني هنحدد أهم هذه الأشكال اللي هي بتتمثل أولا في
نوع اسمه ستر أو الهجاء والسخرية والتهكم، والفولس كونتكست أو السياق الخاطئ، والإمبوستر كونتنت اللي هو المحتوى المخادع، والفابريكيتد كونتنت أو المحتوى المصطنع، وأخيرا من manipulated كونتنت أو المحتوى المتلاعب فيه. وبعدها هنطلع على مجموعة من النماذج للأخبار المزيفة والمغلوطة واللي بيتم رصدها من داخل الإعلام الرقمي العربي. يعني تعالوا ناخد الموضوعات بتاعتنا بمزيد من التفصيل. عد الأخبار الزائفة أو الفيك نيوز واحدة من أخطر الأسلحة فتكًا بالمجتمعات والدول. ليه؟ لأنها بتشكل خطر على عقل ونفسية الإنسان وعلى استقرار وأمن المجتمع، خصوصًا لما يكون انتشارها أمر غير خاضع للتحكم والسيطرة. وطبعًا في ظل وجود الديجيتال ميديا والسوشيال ميديا بتصبح السيطرة والتحكم يعني شبه معدومة فعليًا. وطبعا هذا الوضع بيتطلب حزم في مواجهة وتوعية الرأي العام يعني كيفية التعامل مع مثل هذه النوعية من المعلومات. وعادة بتكتب الأخبار الزائفة وبيتم نشرها بهدف التضليل، لكن ناخد بالنا أيضا إن أحيانا بتختلف الأغراض المستهدفة من وراء هذه الأخبار. يعني قد يكون الهدف الإضرار بوكالة معينة أو جهة معينة أو شخص ما، أو قد يكون الهدف تحقيق مكاسب مادية أو مالية يعني أو سياسية. وأحيانا يعني بيقع يعني أو بتظهر هذه النوعية من الأخبار أو الموضوعات أو بتنتشر هذه النوعية من المعلومات بشكل غير متعمد أو يعني غير مقصود. والملاحظ إن الأغلب أو الغالبية يعني فيما يتعلق بهذه النوعية من الأخبار أو المعلومات بنجدها بتستخدم عناوين فيها نوع من الإثارة، يعني أو أحيانا بنسميها عناوين ملفقة، لأن بيكون هدفها إنها تلفت نظر الجمهور وتزيد من عدد القراء. وبالمثل بتكتسب يعني الروابط والقصص والعناوين اللي هي فيها نوع من الجاذبية بتكتسب يعني اهتمام، وبيزيد يعني عليها نسبة الإعلانات، وبالتالي هي بتحقق مكسب من جهتين. طيب what is fake news أو يعني إيه هي الأخبار المغلوطة؟ نقدر إن إحنا نعرف الفيك نيوز بأن هي النشر المتعمد لمعلومات مضللة أو اللي بنسميه deliberated spread of misinformation من خلال وسائل الإعلام الإخبارية التقليدية أو من خلال السوشيال ميديا. وهذه النوعية من الأخبار بتنتشر زي ما أشرنا بسرعة غير عادية. ويمكن من أهم الدلائل على هذا الأمر هو أنه لما بيتم إزالة محتوى أو إزالة موقع إخباري مزيف أو فيك، بنلاقي أنه في خلال وقت قليل بتبدأ تظهر مواقع أخرى أو نوعيات أخرى من المضامين المزيفة. بالإضافة إلى ذلك يعني بيكون أو في نوع من يعني التعذر أو الصعوبة في تمييز الأخبار الزائفة عن التقارير الدقيقة أو التقارير اللي هي أو الأخبار الحقيقية أو المدققة، لأنها يعني بتنتشر بسرعة كبيرة جداً. كمان إن طرق وآليات تمييز وكشف المحتوى الزائف أو اللي هو فيك يعني مش أمر سهل، ومش مش من الدارج إن المستخدمين العاديين يقدروا إن هم يحققوه. ويمكن أحد الأسباب والعوامل اللي بتخلي الفيك نيوز أو الفيك انفورميشن بتنتشر بهذه السرعة هي فكرة الشيرينج أو التشارك. يعني لما بيظهر خبر زائف بيصبح في إمكان الأشخاص إن هم يعني يحصلوا على هذا المضمون ويحتفظوا به، وبالتالي يتشاركوه أو يعيدوا نشره للآخرين.
وبالتالي هنجد انه يعني بعد وقت قصير من ظهور هذا المحتوى بتكون المعلومات الخاطئة دي يعني has gone so far، او زي ما بيقولوا كده ذهبت بعيدا، يعني تحركت من الاوريجينال سايت او المكان الاصلي اللي هي نشرت من خلاله، واصبحت في متناول الجميع، واصبح من غير يعني او في صعوبة في ان احنا نميزها عن الاخبار الحقيقية. وارد ان الاخبار الزائفة او ان هذا النوع من المضامين انه يخدع الاشخاص من خلال ظهوره في مواقع الكترونية موثوقة، او من خلال ان هو يظهر مستخدم لاسماء وعناوين مواقع الكترونية مشابهة لمؤسسات اخبارية مرموقة او على درجة عالية من الموثوقية. ويمكن البعض بيتصور او عنده قناعة ان شبكة الانترنت يعني هي مصدر موثوق للاخبار والمعلومات، وهنلاقي ده في حياتنا على فكرة بالمناسبة، يعني هذا النمط من الشخصيات اللي بيكون عنده شبه تصديق وقناعة تامة بان كل ما يصادفه من معلومات على الانترنت، يعني وربما فعلا اني يعني lots of things you read online especially in your social media feeds may appear to be true، يعني اني يعني قد يبدو ان الكثير من المعلومات اللي بنقرأها من خلال السوشيال ميديا تبدو حقيقية، ولكنها في الحقيقة غير كده. في الحقيقة ان الفولس انفورميشن او المعلومات الكاذبة، وزي ما سبق واشرنا، هي اخبار او قصص يعني بيتم يعني اصلا انشائها علشان تحدث هذا التضليل وتخدع القارئ، وبالتالي يصدقها ويتصور انها حقيقية. وعادة بيتم انشاء هذه القصص اما لانها يعني بهدف ان يتم التأثير على اراء الناس، او ان يتم تحقيق اغراض اجندة سياسية، يعني بوش بوليتيكال اجندا، او يعني كوز كونفيوشن، او احداث نوع من الارتباك. ويمكن انها بتكون في كثير من الاحيان عمل مربح زي ما اشرنا للناشرين، او انهم بيتكسبوا من وراءها وبيعتمدوا عليها كمصدر لتحقيق الارباح والمكاسب المادية. وجايز في الوقت الحالي والظروف والمستجدات التكنولوجية خلت ان كثير من الاشخاص في هذا العصر بيحصلوا على الاخبار من مواقع ومنصات السوشيال ميديا، وبالتالي السوشيال ميديا اصبحت مصدر هام من مصادر الاخبار، وده في حد ذاته يعني شيء يعتبر مصدر للقلق، لان غالبا بيكون من الصعب معرفة اذا كانت القصة المنشورة من خلال يعني هذه المنصات على درجة عالية من الكريديبيلتي او المصداقية او لا. ويمكن ساهم في يعني هذا الشكل من الاستخدام، ساهم في يعني الاستخدام المكثف للمنصات، أدى إلى أن تم نشر الأخبار أو يعني استخدام هذه المنصات باعتبارها مصادر للأخبار، في حين أن الأشخاص أو الجهات اللي ممكن تكون بتنشر هذه النوعية من الأخبار من خلال السوشيال ميديا وارد إن هم يكونوا يعني على غير علم بالأسس والقواعد المنظمة للعمل الإعلامي أو قيم العمل الإعلامي، أو اللي هي بنسميها الإيثيكال فاليوز. وبالتالي عدم الوعي وعدم العلم ده ممكن يكون أيضا أحد أسباب الزيادة في الأخبار الزائفة أو القصص المخادعة أو القصص اللي فيها نوع من التضليل. لذلك احنا بنؤكد على إن social media sites can play a big part in increasing the reach of these type of fake stories. وموضوع الفوس انفورميشن أو المعلومات الكاذبة يعني لا يعد موضوع جديد، لكن هذا الموضوع تحول إلى موضوع يعني ساخن، وأصبح يعني بيناقش كثيرا مؤخرا ومنذ عام 2016، وبالتحديد مع انتشار أكثر من حوالي 100 مقال أو شائعة مضللة
حوالين الانتخابات الرئاسية الأمريكية في عام 2016. يمكن كان مفترض قديما إن الجماهير بتحصل على الأخبار من مصادر موثوقة زي وسائل الإعلام والصحفيين الموثوق فيهم، أو الصحف اللي هي على قدر كبير من الثقة، واللي هم بيتبعوا قواعد وأسس وقيم تحريرية صارمة بتخلي يعني نسبة الزيف والتضليل تعتبر يعني قليلة جدا. لكن طبعا ظهور الإنترنت غير هذه القواعد وأنهى فكرة احتكار وسائل الإعلام التقليدية أو اللي هي الوسائل اللي اعتدنا على إن احنا نحصل من خلالها على الأخبار. الإنترنت أنهى هذه الفكرة، وأصبح يعني إن المعتاد إن يكون في الكثير من الوسائل، سواء اللي هي اللي احنا كنا بنتكلم عنها قبل كده الأنالوج ميديا، أو في المقابل أيضا في ديجيتال ميديا، كلهم بيعدوا حاليا مصادر للأخبار. طيب، في إطار الحديث عن انتشار الأخبار الزائفة على السوشيال ميديا واعتبار وسائل التواصل الاجتماعي مصدر للأخبار الزائفة، fake news spread and social media، نقدر نقول إن بناء على كل ما سبق بيعتبر استخدام السوشيال ميديا كوسيلة لتقديم الأخبار أو لنشرها وتداولها يعني بنسميه سيف ذو حدين. ليه؟ لأن من ناحية هو بيوفر ميزة الوصول السهل ومنعدم التكاليف أو قليل التكاليف لنشر المعلومات بصورة بنسميها مثيرة للإعجاب. بمعنى السوشيال ميديا provides يعني easy access little to no cost and the spread of information at an impressive rate. ومع ذلك وعلى الجانب الآخر بتوفر السوشيال ميديا المكان المثالي لإنشاء ونشر الأخبار المزيفة. يعني social media provides the ideal place for the creation and spread of fake news. وطبعا زي ما بنقول طول الوقت، يمكن يعني إن من الممكن إن تصبح الأخبار الزائفة أو المزيفة مؤثرة جدا وليها قدرة على الانتشار بسرعة كبيرة. ومع ذلك الأشخاص اللي بيستخدموا السوشيال ميديا يعني بيتعرضوا لمعلومات وقصص جديدة كل يوم، وهذا التعرض تباعا بيكون سبب في يعني الدفع أو الإمداد بكم كبير من الأخبار غير الموثوقة أو المشكوك في صحتها. وفي هذا السياق يجب إن احنا ننتبه إلى إن تصحيح الأخبار أو المعلومات الزائفة بعد انتشارها أمر بيواجه الكثير من الصعوبات والمشكلات، لأنه يعني قد يكون من الصعب تصحيح المعلومات المضللة، وقد يكون ليها آثار دائمة يعني هي difficult to correct، وممكن يكون ليها lasting implications. ليه؟ لأن الناس أغلبها بيبنوا تفكيرهم على المضامين أو المعلومات والبيانات اللي بتصلهم واللي بيتعرضوا ليها باستمرار من خلال الوسائل المختلفة، وبالتالي إذا كانت المعلومات اللي بيتعرضوا ليها غير دقيقة فبناء عليه ده معناه إنهم يعني they are establishing their logic in lies، يعني بيبنوا كل أفكارهم المنطقية على مجموعة من الأكاذيب، وده في حد ذاته طبعا شيء في منتهى الخطورة والكارثية. بالإضافة لذلك ونظرا لأن المعلومات الخاطئة قادرة على الانتشار بسرعة كبيرة، وبالتالي هي لا تؤذي البشر وحدهم وإنما بيمتد أو بتمتد آثارها السلبية لجهات مختلفة، منها الشركات الضخمة والمؤسسات الاقتصادية الكبيرة، وده في حد ذاته جانب واحد من جوانب التأثيرات. يمكن على سبيل المثال في أكتوبر عام 2008 كان في صحفي نشر تقرير كاذب عن إصابة ستيفن جوبز اللي هو صاحب شركة أبل، إصابة ستيفن جوبز
نوبة قلبية. صباح اليوم التالي حصل، يعني بدأ إن السهم الخاص بالشركة في بورصة الأوراق المالية أو بورصة الأسهم المالية بدأ إن هو يتأثر نتيجة لهذا التقرير اللي نشر، ولم يعود إلى معدلاته الطبيعية إلا ما بعد ما أكد مساعدين جوبس والعاملين داخل الشركة إنه جوبس بصحة جيدة وإنه لم يصاب بنوبة قلبية أو لم يصاب بأي وعكة صحية. ده دليل وبيؤكد لنا إزاي إن ممكن معلومة زائفة يكون ليها تأثيرات وأبعاد أكبر بكثير مما نتخيل. وجايز إن السبب الأكبر اللي بيخلي الـ false information أو المعلومات الخاطئة قادرة على إنها تزدهر أو يعني تنتشر بصورة كبيرة هو إن البشر بيقعوا ضحية الحقيقة والتحيز، واللي بنسميه truth bias، يعني سلوكيات البشر الطبيعية في الواقع الاجتماعي وفي إطار العلاقات الاجتماعية، يعني إنهم دايما عندهم ميل أو انحياز للحقيقة، ويعني هم بنسميها truth based. دايما بيفترضوا إن غيرهم أو المتعاملين معاهم في السياق الاجتماعي بيقولوا الحقيقة، عندهم ما يسمى بافتراض الحقيقة في سياق التفاعلات الاجتماعية، وعندهم كمان ميل للحكم على الرسائل الشخصية باعتبارها رسائل صادقة، وهذا يعني افتراض ثابت ودائم عند البعض لا تتم مراجعته أو التفكير فيه إلا في يعني مواقف محددة ممكن اللي هي تثير شكوكهم. من الحاجات المهمة اللي لازم نعرفها إن إحنا يعني كبشر عندنا شوية ضعف، أو خلينا نقول عدم قدرة على تمييز الصدق من الكذب، بمعنى إننا من السهل إننا ننخدع. في الأساس البشر ضعفاء جدا في كشف الكذب، very poor lie detectors، وللأسف بيفتقروا إلى إدراك إن في احتمال إنهم يعني يتعرضوا للكذب. ولذلك هنجد إن مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي على الأغلب غير مدركين يعني أو unaware لوجود منشورات أو موضوعات أو أخبار يعني أو وثائق يعني ممكن تكون بتهدف إنها تشكل معتقدات الآخرين أو تؤثر على معتقدات الآخرين أو على قراراتهم، يعني وبنقول عليها يعني have the sole purpose of shaping the beliefs of others in order to influence their decisions. يعني هم غير مستوعبين لوجود احتمالية إنهم وارد يصادفوا خلال استخدامهم لمنصات السوشيال ميديا مضامين هدفها التأثير على قدرتهم في اتجاه معين فقط لا غير. Information manipulation is not a well understood topic، بمعنى إنه بشكل عام يمكن موضوع التلاعب بالمعلومات مش موضوع مفهوم بشكل جيد، ويمكن كمان إنه لا يشغل بال إلا نمط معين من الأشخاص، مش أي شخص، خصوصا لو المعلومات أو الأخبار الكاذبة وصلتنا من صديق. يعني أحد أصدقائنا المقربين تشارك معنا معلومة أو خبر هو في حقيقته كاذب، سواء يعني عن عمد أو عن غير عمد، وبيكون النتيجة إننا على الأغلب من الصعب إن إحنا نتشكك في هذه المعلومات، وبالتالي بيميل المستخدمون هنا إلى التخلي عن حذرهم على السوشيال ميديا، وربما إنهم يستوعبوا جميع المعلومات الخاطئة كما لو أنها كانت حقيقية. الأصعب من هذا إن نسبة كبيرة من المستخدمين وخصوصا الشباب بيميلوا إلى الاعتماد على السوشيال ميديا لمتابعة الأحداث السياسية المهمة والأخبار العاجلة، وبتشير أحد الدراسات إلى إن على سبيل المثال حوالي 62% من البالغين في الولايات المتحدة الأمريكية
كانوا يعني بيتلقوا الأخبار من خلال السوشيال ميديا في عام 2016، في حين أنه فيما يسبق هذا في عام 2012 كانت النسبة يعني أو نسبة الأشخاص اللي هم بيستخدموا السوشيال ميديا كمصدر للحصول على الأخبار حوالي 49% فقط. ده بيوضح لنا إزاي إن هذه النسبة ازدادت من عام إلى عام، وبيعكس لنا مدى احتمالية ازدياد تأثير الأخبار الزائفة أو المغلوطة مع زيادة المتعاملين مع السوشيال ميديا كمصدر موثوق للأخبار. ننتقل للحديث عن بعد آخر، وهو contributors of fake news أو منتجو الأخبار الكاذبة. مين هم منتجو الأخبار الكاذبة؟ مين ممكن يكون مسؤول أو مساهم في إنتاج هذه النوعية من الأخبار وتقديمها؟ بالرغم إن النسبة الأكبر أو الغالبة من مستخدمي السوشيال ميديا هم أشخاص حقيقيين أو أشخاص عاديين زينا كلنا، أو اللي هم بنسميهم ريل، إلا إن في المقابل يعني نمط من الأشخاص ممكن يكونوا مسؤولين عن نشر الأكاذيب، وهؤلاء ممكن إنهم يكونوا أشخاص حقيقيين أو غير حقيقيين، يعني إنهم وارد يكونوا بشر عاديين ووارد إنهم لا يكونوا بشر على الإطلاق. طيب إزاي؟ هنتعرف مع بعض ايه هما او مين هما منتجو الاخبار الكاذبة. عندنا 3 انواع رئيسية من منتجو الاخبار الكاذبة. عندنا اولا نوع اسمه السوشيال بوتس او الروبوت الاجتماعي او الروبوتات الاجتماعية، نوع اخر اسمه الترولز او ما يسمى بالمتصيدون او المخادعون، والنوع الثالث اسمه سايبر بورج يوزرز او مستخدمو سايبر بورج. طيب ايه يعني احنا مش فاهمين مين هم دول او ايه المقصود بيهم، تعالوا نعرف ايه كل نوع من هذه الانواع. اولا السوشيال بوتس او برامج الروبوت الاجتماعي، ببساطة شديدة السوشيال بوتس هي حسابات على السوشيال ميديا بيتم التحكم فيها باستخدام خوارزميات الـ Artificial Intelligence أو الذكاء الاصطناعي. ولأن تكلفة إنشاء حساب على السوشيال ميديا منخفضة جدا أو تكاد تكون معدومة، فبالتالي الحسابات الضارة أو فيها نوع من الخبث من السهل إنها تكون موجودة لأنها غير مكلفة، وده طبعا كان سبب رئيسي في ظهور السوشيال بوتس أو ظهور دور السوشيال بوتس في نشر الأخبار الزائفة. طيب سؤال بيطرح نفسه، هل كل السوشيال بوتس مضرة؟ هل كلها بتخدع المستخدمين؟ الإجابة لا طبعا، مدى ضررها من عدمه بيتحدد بناء على برمجتها أو الكيفية اللي تم بها برمجتها. إذن أيضا يبقى الضرر هنا مصدره البشر، وده بعد يعني يعتبر يعني من الأبعاد المهمة والنقاط الجوهرية. لو تم تصميم الروبوت الاجتماعي ده أو السوشيال بوت لغرض هو إحداث الضرر زي نشر أخبار زائفة في السوشيال ميديا، فده هيخليه في النهاية هو كيان خبيث يعني مضر بشكل كبير. لكن في المقابل لو تم تصميم الروبوت للتفاعل مع البشر بغرض توجيه إرشادات ونصائح معينة، النصائح فيها صدق يعني مش زائفة، إذن الغرض هنا هيكون غرض طيب لا ضرر فيه. والروبوت الاجتماعي ده يقدر إنه ينشئ محتوى من تلقاء نفسه، ويقدر كمان إنه يتفاعل مع مستخدمي السوشيال ميديا، ودي تعتبر أهم الوظائف اللي ممكن إنه يقوم بيها. على سبيل المثال بتظهر الدراسات إن السوشيال بوتس
شوهت مناقشات الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016 على نطاق واسع، وكان في ما يقرب من 19 مليون حساب بهذا الشكل أو يعني بوتس على تويتر، كانت وظيفتهم دعم سواء ترامب أو كلينتون في الأسبوع اللي بيسبق يوم الانتخابات. وده طبعا بيوضح قد إيه إن السوشيال بوتس ممكن يكون ليها تأثير رهيب على السوشيال ميديا. النوع الثاني من منتجي الأخبار الزائفة هو اسمه الترولز. مين دول؟ الترولز هو أو هم الأشخاص اللي بيخدعونا من خلال السوشيال ميديا، يعني هم أشخاص حقيقيين. أيوة، هم بشر حقيقيين. إذن الجهات اللي بتنشر الأخبار الكاذبة مش بس أشخاص مزيفة، لأ كمان في أشخاص حقيقية بيساهموا في إنتاج ونشر الأخبار الزائفة. الترولز هم أشخاص حقيقيين بيسموا متصيدون أو مخادعون، وبيهدفوا إلى تعطيل المجتمعات عبر الإنترنت. aim to distribute online communities. ليه؟ هم بيعملوا كده في محاولة إنهم يعملوا استفزاز يعني على السوشيال ميديا، أو يستفزوا مستخدمي السوشيال ميديا، علشان الاستفزاز ده ينشأ عنه اللي هي الاستجابة العاطفية، استجابة معينة هم محتاجينها أو عايزين إن مستخدمي السوشيال ميديا يبدوا هذا النوع من الاستجابات العاطفية أو الانفعالات أو ردود الأفعال. وعلى الأغلب بيكون نوعية الاستجابات اللي هم بيسعوا إلى تحقيقها هي نمط سلبي من الاستجابات العاطفية، زي مثلا الفير أو اللي هو الخوف، القلق، الاضطراب، الأنجر، يعني كلها أنماط سلبية من الانفعالات. بيكون هدفهم إن هم يستثمروا هذه المشاعر علشان يحققوا أغراض معينة سواء مادية أو معنوية. وممكن يكون هدفهم إنهم ينشروا يعني الشك وعدم الثقة في حقائق وثوابت معينة، ويبدأ بعدها الأشخاص في إنهم يعني يتشككوا في الحقائق، وبالمقابل يصدقوا الأكاذيب بدلا من هذه الحقائق. يعني may start doubting the truth and believing the lies instead. طيب، اتكلمنا عن نوعين من منتجي الأخبار الزائفة، واحد منهم حقيقي والآخر غير حقيقي، أو خلينا نقول يعني الآخر من العالم الافتراضي. طيب، النوع الثالث هو خليط من الاثنين. اللي هو ايه النوع الثالث؟ هو اسمه سايبربورغ يوزرز أو مستخدمو سايبربورغ. يعني مين هم؟ يعتبر مستخدمو سايبربورغ هم مزيج من الأنشطة الآلية ذات المدخلات البشرية، automated activities with human input. يعني إيه؟ يعني هما يعني بيجمعوا بين فكرة البوتس ولكن المدخلات هنا بشرية، أو اللي بيتحكم فيهم بشر. وعادة هذا النمط بيتم يعني في إطاره إن يتم تسجيل حسابات على السوشيال ميديا بواسطة أشخاص حقيقيين بالفعل، كنوع من التغطية أو شكل من أشكال التستر. لكن هنجدهم بيستخدموا البرامج لأداء الأنشطة على السوشيال ميديا، يعني تفاعلاتهم من خلال السوشيال ميديا بتتم من خلال برامج، إنما أصحاب هذه الصفحات هم أشخاص حقيقيون. يمكن هذا الأمر بيجعل مستخدمي سايبر بورج أو السايبر بورج يوزرز أكثر قوة من الأنواع السابقة في نشر طبعا الأخبار الكاذبة. هنجدهم يعني قادرين إنهم يستفيدوا من مزايا البشر ومزايا الروبوت، وقادرين إنهم يعملوا تبديل الوظائف بين الإنسان والروبوت. يعني إنهم هنلاقيهم
are able to switch the functionalities between human and bot، وده طبعاً بيمنحهم فرصة أكبر وفرصة أضخم لنشر المعلومات الخاطئة. هننتقل للحديث عن أنواع المعلومات أو الأخبار المغلوطة أو the types of misinformation، وفي هذا الصدد عندنا 5 أنواع من المعلومات المغلوطة، هنتعرف عليهم مع بعض. وبتتحدد أنواع المعلومات المغلوطة أو misinformation في 5 أنواع، هي satire اللي هو الهجاء أو السخرية، النوع الثاني هو false context أو السياق الخاطئ، النوع الثالث اللي هي imposter content أو المحتوى المخادع، والرابع fabricated content أو المحتوى المصطنع، وأخيرا manipulated content أو المحتوى المتلاعب فيه. satire اللي هو الهجاء أو السخرية أو التهكم هو نمط من الأخبار أو المعلومات الزائفة بيستخدم الفكاهة أو المبالغة لانتقاد الشخص أو انتقاد جهة أو انتقاد سياسة بأسلوب ساخر متهكم. والهجاء أو السخرية هو نوع من الفنون المرئية الأدبية والمسرحية، بنسميه اللي هو visual literary and performing arts، وعادة بيكون في شكل خيال وربما يكون غير خيالي، ومن خلاله بتتعرض كل التصرفات والسلوكيات الخاطئة وأوجه القصور للسخرية، وغالبا بيقصد به التشهير وفضح عيوب الأفراد أو الحكومات أو حتى المجتمع نفسه في محاولة لتغيير الأوضاع للأفضل. وبالتالي في هذا السياق بتستخدم القصص الساخرة والدعابة أو المبالغة للمزاح يعني حول الأخبار أو المشاهير. ومن النقاط الهامة إن هذه النوعية من الأخبار هدفها الأساسي ليس تضليل الجماهير، لأن لا يقصد بها إنها تؤخذ على محمل الجد، وإنما يعني ربما على العكس في أوقات بيكون هدفها انتقاد الأوضاع بهدف التحسين. ويمكن بالرغم من ان الهجاء او السخرية بيقصد بيه بشكل اساسي ان القصة تكون مضحكة او هيومرس، الا ان الغرض الاكبر غالبا بيكون النقد الاجتماعي البناء من خلال استخدام الذكاء لجذب انتباه الجمهور الى قضايا ذات اهتمام جماهيري داخل المجتمع. ومن سمات السخرية التهكم أو العنف في الانتقاد، وكذلك المحاكاة الساخرة والمبالغة والمقارنة والقياس، ويعني واستخدام كل العناصر دي بشكل متكرر في الكلام الساخر وفي الكتابة الساخرة. وفي نموذج للسخرية هنا معروض أمام حضراتكم، وهو خاص بالاستعدادات الخاصة بالانتخابات الأمريكية لعام 2020. خلال الاستعداد لهذه الانتخابات كان أحد الناشطين السياسيين الجمهوريين أنشأ موقع ساخر في عام 2019، وهذا الموقع كان مصمم خصيصا علشان يعني يظهر بشكل مماثل للموقع الرسمي للمرشح جو بايدن في المرشح في الانتخابات الرئاسية لعام 2020. وافتتاحية هذا الموقع المحاكي الساخر بتقول: لقد عاد العم جو ومستعد لاتخاذ نهج عملي لحل مشاكل أمريكا. Uncle Joe is back and ready to take hands-on approach to America's problems. وفي الجزء السفلي من الصفحة ورد في بيان ما يلي، بيقول إيه البيان: هذا الموقع عبارة عن تعليق سياسي ومحاكاة ساخرة لموقع الحملة الرئاسية لجو بايدن. هذا ليس موقع ويب جو بايدن الفعلي، إنما هو مخصص للترفيه والتعليق السياسي فقط. النوع الثاني من المعلومات المغلوطة أو الأخبار الزائفة هو السياق الخاطئ أو false context. والسياق الخاطئ هو عبارة عن يعني أخذ
صورة أو اقتباس أو أي جزء آخر من محتوى ما ووضعه في سياق جديد خاطئ بهدف تغيير معناه أو إضفاء معنى مختلف، وهنا بتختلف الأهداف من وراء هذا الفعل. يبقى هو takes an image, a quote or other piece of content and puts it into a new false context to change its meaning. وبالتالي هذا النوع من أشكال التلاعب بالمعلومات بيستخدم المحتوى الأصلي ولكن بطريقة فيها إعادة صياغة بطرق خطيرة جدا. وهذا الشكل من المعلومات والأخبار المغلوطة بيتم من خلال أكثر من طريقة، منها على سبيل المثال استخدام مضاد للمعلومات لتأطير قضية أو فرد، يعني to frame an issue or individual، أو عندما تتم مشاركة المحتوى الأصلي بمعلومات سياقية خاطئة أو معلومات من سياق مختلف. عندما يتم التلاعب بمعلومات أو صور حقيقية بغرض الخداع، وعندما تختلف العناوين والعناصر المرئية والتعليقات الواردة على هذه العناصر عن سياق المحتوى. مثال على هذا النوع من التلاعب بالمعلومات وهو السياق الخاطئ اللي تم وضع فيه صورة لطفل داخل قفص وتم تداولها في عام 2018 وتم إعادة نشرها أكثر من 20,000 مرة على تويتر وأكثر من 10,000 مرة على موقع فيسبوك. هذه الصورة تم نشرها باعتبارها جزء من الاحتجاج في مدينة اسمها دالاس سيتي هول ضد سياسات الهجرة، وهي في الحقيقة لا تنتمي لهذا السياق، وإنما تم إلصاقها لتصبح يعني جزء من هذا السياق لإيهام المتابعين بمعنى مختلف عن المعنى الحقيقي لهذه الصورة. النوع الثالث معانا وهو الامبوستر كونتنت أو المحتوى المخادع. والمحتوى المخادع هو المحتوى اللي بيستخدم بشكل خاطئ اسم أو علامة تجارية أو شعار مشهور بهدف خداع المتلقي للاعتقاد بأنه محتوى أصلي. Falsely uses a well-known name, brand or logo to fool people into believing that it is authentic content. وفي هذا الصدد لما بيتم انتحال هوية مصدر حقيقي وتقديمها بدلا من المصدر الخاطئ، بيعتبر هذا الأمر خطير في غاية الخطورة لأنه بيتعلق بالمعلومات، وبالتالي بيقدم لنا هنا معلومات لا أساس لها وبيتم تقديمها بأسلوب المصدر الإخباري أو المحتوى الموثوق به علشان يوهم المتلقي إنها جاياله من مصدر شرعي وبالتالي يصدقها، وده طبعا أمر في الكثير من الخطورة ومن الوارد إنه يترتب عليه الكثير من التبعيات السلبية أو التأثيرات السلبية. زي ما أشرنا سابقا أدمغتنا أو عقولنا معقدة شوية في طريقة تعاملها أو تعرفها على الكونتنت اللي هو الصادق أو المحتوى الصادق وتمييزه عن الفولس كونتنت أو المحتوى الكاذب. ومش من السهل بالنسبة للهيومن برين أو للعقل البشري إنه يتعرف على المحتوى الكاذب أو يكشف الخداع. وحتى يعني يحدث هذا الأمر أو يتحقق يجب إن توجد دلائل ويعني إثباتات معينة تساعد الإنسان على الفهم. وبالتالي رؤيتنا لعلامة تجارية نعرفها بالفعل هو بالنسبة لنا دليل قوي للغاية إن هذا المحتوى موثوق فيه، ولهذا السبب النوع ده من المحتوى المغلوط بنشهد فيه زيادة مؤخرا. ليه؟ لأنه من السهل تصديقه والوقوع في فخه. أحد النماذج لهذا النوع من الأخبار أو المعلومات المغلوطة، في عام 2017 ظهرت نسخة محتالة معقدة من صحيفة اسمها لسوير. النسخة دي انتشرت في بلجيكا وادعت ان ماكرون
كان بيتم تمويله من قبل المملكة العربية السعودية، وكان الأمر متطور لدرجة إن جميع الهايبر لينكس أو اللي هي الروابط التشعبية في هذا الإصدار أو في هذه النسخة اللي هي اللي بنسميها إمبوستر فيرجن، كانت بتنقل المستخدم بالفعل لموقع السوير الحقيقي. يعني إن هي مش بس استخدمت نفس الشعار، وإن هي كمان قدمت نفس طريقة الإخراج الخاصة بهذا الموقع، لكن ده كمان الروابط التشعبية أو الهايبر لينكس كانت بتنقل المستخدم للموقع الحقيقي الفعلي، فكانت درجة من الخداع والتزييف عالية جدا. النمط الرابع وهو الفابريكيتد كونتنت أو المحتوى المصطنع، وهو يعني بيكون عبارة عن محتوى بأكمله غير حقيقي مصطنع بالكامل، بمعنى إنه لا يحتوي على أي معلومة صحيحة من أي نوع، والهدف منه خداع المستخدم للاعتقاد بأنه حقيقي. بنقول عليه entirely made up and is designed to deceive you into thinking that it is real. ولما بيكون المحتوى خاطئ تماماً، فبالتالي هو قائم بشكل أساسي على خيال الشخص اللي قام بإنشائه. وتمييز هذا النوع من المحتوى للأسف فيه صعوبة، لأنه بيكون يعني بنسميه مزيف، يعني تزييف عميق أو deep fakes، وعلى نفس المستوى هيكون ليه تأثير عميق على ثقتنا أو ثقتنا في الرسائل اللي بنتلقاها. على سبيل المثال، تم تداول ادعاء كاذب بأن بابا الفاتيكان أيد دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية لعام 2016، وللأسف هذا الخبر حظي بقدر كبير من الاهتمام، وظهر العنوان الرئيسي لهذا الموضوع في موقع يسمى ويتيو، واللي يروج لعدد من الشائعات الكاذبة في الفترة اللي سبقت الانتخابات. النوع الخامس والأخير عندنا هو المنبليتد كونتنت أو المحتوى المتلاعب فيه، وبيقع هذا النوع لما بيتم التلاعب بالمعلومات أو الصور الحقيقية بغرض الخداع، وعادة بيرتبط بالصور والمقاطع المصورة أو الفيديوز واللي بيتم تعديلها بحيث إنها تبدو حقيقية بدرجة كافية. وبيستخدم هذا النوع لتضليل الناس وإنشاء قصص كاذبة عن شيء أو شخص ما. مثال على المعلومات المغلوطة اللي بيتم اعتبارها من ضمن المعلومات أو المحتوى المتلاعب فيه أو المانيبوليتد كونتنت، برضو في الفترة اللي سبقت الانتخابات الرئاسية لعام 2016، تم دمج صورتين حقيقيتين معا، لكن أحد يعني هذه الصورتين كان من سياق مختلف، وظهرت أو حاولوا اللي وضعوها إظهار إنها تنتمي إلى هذا السياق أو هذا الحدث. الصورتين أحدهم كان عبارة عن صورة لمجموعة من الأشخاص في تصويت الانتخابات وفي شهر مارس 2016، والصورة الأخرى لضابط من فرقة الاي سي اي بيقوم باعتقال أحد الأشخاص. والصورة بتاعة الاعتقال دي صورة قديمة، وتم لصقها بالصورة الأولى وانتشرت على نطاق واسع قبل الانتخابات أو خلال فترة الانتخابات، وتسببت طبعا في الكثير من الفهم الخاطئ وكثير من التأثيرات السلبية والمشكلات الحقيقية لدى المتلقين. الحقيقة يمكن موضوع الأخبار الزائفة أو غير الحقيقية هو موضوع له الكثير من الأبعاد وله الكثير من الانعكاسات، والتحقق من الأخبار أو المضامين المشكوك فيها أصبح مؤخرا يعني هدف للعديد من المبادرات والمواقع والمنصات الإلكترونية في على مستوى العالم كله، وحتى
على مستوى دولنا العربية، هنلاقي إن ظهرت مؤخرا العديد من المنصات والجهات اللي هدفها إنها يعني تقوم بدور الكشف عن المعلومات والأخبار المغلوطة، وبتعمل هذه المنصات وفق أسس معينة وقواعد معينة. ويمكن لو حد من حضراتكم متابع لبعض هذه المنصات ويقدر يدخل عليها ويقدر يعرف كل منصة بتعمل بأي طريقة. بعض هذه المنصات هي واضعة في صفحاتها الأسس اللي هي بتعتمد عليها في كشف الأخبار المغلوطة، وكمان هذه المنصات عندها استعداد إنها تتلقى من أي شخص أي يعني محتوى هو متشكك في صحته، وتبدأ إن هي تساعد هذا الشخص في إنها أو تساعد المجتمع بأكمله في إنها تتحقق من دقة المعلومات الواردة داخل هذا المحتوى، وتقدمه بعد ذلك بعد التحقق منه بالصورة الحقيقية ليه، وتكشف زيف هذه الأخبار وهذه المواد اللي فيها يعني تزوير وتزييف. يعني يمكن من هذه المبادرات وهذه المنصات على سبيل المثال الهيئة أو هيئة مكافحة الشائعات السعودية، وموقع اسمه موقع مسبار، ده موقع أردني، وفي منصة مصرية اسمها منصة ما تصدقش، ومنصة تأكد السورية، منصة أخرى اسمها تنبيه، ودي منصة قطرية، في منصة اسمها آي تشيك، دي منصة تونسية، وغيرها طبعا من الكثير من المنصات. تقدروا حضراتكم يعني تدخلوا على هذه المواقع وتطلعوا على المحتوى الموارد داخل هذه المواقع وغيرها من المنصات اللي بتقوم بنفس الدور. وكمان مش بس كده، احنا نقدر حتى احنا كمستخدمين عاديين نقدر ان احنا نقوم بدور الكشف والفحص للمحتوى لو احنا يعني تشككنا في دقة معلومة او خبر وصل لينا، واحنا يعني عندنا نوع من القلق تجاه هذا المحتوى. بنقدر نستخدم طرق يعني بسيطة في ان احنا نكشف زيف هذه الاخبار، يعني اما ان احنا نبحث عن المعلومة من مصدرها الحقيقي ونتحقق من هذا المصدر، اما ان لو هذا التزييف في محتوى مصور او مواد فيلمية، ففي برامج بتستخدم لانها تفحص الصورة حتى الفيديوهات بيتم تحليلها وبيتم التأكد من الصور اللي واردة داخل هذه الفيديوهات، بيتم الرجوع لمصادرها الأصلية بالمناسبة. وفي مواقع على الإنترنت تقدر إن هي تعرفنا الصورة دي نشرت أول مرة فين وبأي تاريخ، فكلها آليات ممكن تساعدنا في إن احنا نتحقق من زيف الأخبار والمعلومات الزائفة اللي ممكن تصل إلينا من مصادر مختلفة، وخصوصا طبعا زي ما احنا أكدنا قبل كده وأكتر من مرة المصادر اللي هي يعني لا تنتمي إلى أصل إعلامي، وبالتالي ما عندهاش فكرة عن القيم الأخلاقية أو الأسس الأخلاقية اللي بيبنى عليها العمل الإعلامي الصادق والأخلاقي، وإزاي يعني يتم إنشاؤه زي السوشيال ميديا وزي البلوجرز أو الصحفي المواطن اللي هو يعني لم ينشأ على القيم الأخلاقية الخاصة بالعمل الإعلامي أو العمل الصحفي. يعني إحنا هنا أمام حضراتكم وضعنا نماذج لموضوعات منشورة على موقع هيئة مكافحة الشائعات السعودية. هذه النماذج بتبين لنا الموضوعات اللي المنصة أو الهيئة تحققت من دقها وصدقها، وبتكشف لنا بعض الموضوعات اللي كان فيها تزييف من خلال يعني وضع المعلومة الحقيقية ووضع الشائعة اللي انتشرت مترافقة مع هذه الحدث أو هذا الموضوع، بتوضح إيه المعلومة الحقيقية وبتكشف الغلط فيها علشان لا يتم تصديق الشائعة اللي نشرت.
كمان أمامنا مجموعة من النماذج اللي كانت منشورة على موقع أو منصة ما تصدقش المصرية، وهي برضو زي ما أشرنا منصة وظيفتها إنها تكشف الأخبار الزائفة أو المغلوطة، وبيتم التحقيق في هذه الأخبار ونشر التصحيح ليها أو نشر الخبر أو السياق الحقيقي لهذا المحتوى أو الصورة أو الفيديو المتلاعب فيه. يعني أمام حضراتكم هذه النماذج، وتقدروا كمان إنكم تدخلوا هذه المنصة وتتحققوا بأنفسكم من نوعية الموضوعات اللي بيتم نشرها وبيتم التحقق فيها، وتتعرفوا كمان على الآلية اللي بتستخدم داخل هذه المنصة لتتبع وكشف الأخبار المزيفة أو الأخبار غير الحقيقية. كده نكون وصلنا لنهاية محاضرتنا اليوم، وتناولنا من خلال هذه المحاضرة موضوع الفيك نيوز أو الأخبار المغلوطة أو المزيفة، وفي هذا الصدد تناولنا موضوع بعنوان فيك نيوز on social media the impact on society أو الأخبار الزائفة والسوشيال ميديا التأثير على المجتمع. ومن خلال هذا الموضوع عرفنا ما المقصود بالأخبار الزائفة what is fake news، وعرفنا كمان العلاقة بين انتشار الفيك نيوز والسوشيال ميديا فيك نيوز بريد اند سوشيال ميديا، وعرفنا مصادر هذه النوعية من الأخبار أو ما يسمى بالكونتريبيوترز اوف فيك نيوز أو اللي هم الموزعين للفيك نيوز أو اللي بتصدر منهم الفيك نيوز. موضوعنا الثاني كان بعنوان 5 types of misinformation أو 5 أشكال للمعلومات المغلوطة، واللي تمثلت في أولا ساتاير أو الهجاء والسخرية والتهكم، والفولس كونتكست أو السياق الخاطئ، والإمبوستر كونتنت أو المحتوى المخادع، والفابريكيتد كونتنت المحتوى المصطنع، وأخيرا الميمبليتد كونتنت أو المحتوى المتلاعب فيه. واطلعنا على نماذج للأخبار المزيفة أو المغلوطة اللي بيتم رصدها من داخل الإعلام الرقمي العربي examples of fake news from Arabic websites. يعني أتمنى أن يكون موضوع الفيك نيوز هو موضوع على قدر كبير من الأهمية والمساس بحياتنا أجمعين، وليه تأثيرات كبيرة جداً، وإحنا باعتبارنا ممثلين للجانب الإعلامي من واجبنا إن إحنا نكون على وعي وعلى علم بهذه النوعية من المعلومات الخاطئة. يعني وارد إن إحنا كأنفسنا وبالرغم من إن إحنا عارفين إن في الكثير من الأخبار والمعلومات اللي ممكن تصل إلينا ويكون مشكوك في صحتها وفي مدى دقتها، وارد إن إحنا ننخدع. ده بيخليني أقول إن إحنا لازم نكون جميعاً على قدر من الوعي، لازم نكون دايماً حريصين إن إحنا ما نصدقش أي معلومة تصل إلينا من مصادر يعني غير موثوقة، أو حتى لو المصدر اللي قدامنا وارد إن إحنا زي ما تعرضنا خلال هذه المحاضرة، وارد إن يكون بعض المخادعين يعني بيخدعونا بمواقع حقيقية أو يعني تقليد لمواقع حقيقية علشان يوصلونا لمعنى أو محتوى مختلف. يعني يكون عندنا قدر من الوعي يخلينا إن إحنا لو معلومة يعني شكينا في دقتها أو في صحتها وحسينا إن فيها بعض المغالطات، نبدأ نشغل أدمغتنا ونبدأ إن إحنا نتشكك في هذا المحتوى، ونبدأ إن إحنا نبحث يا ترى ايه المعلومة الحقيقية، ايه المعلومة الدقيقة، نبحث عن المصادر الحقيقية لهذا المحتوى علشان نعرف هل ده بالفعل معلومة صادقة وصلت لينا. يعني وارد خلال فترة من الفترات، وكانت بتحصل معانا القصة دي بشكل مستمر، ان يكون خبر قديم وحدث قديم، وكانت الحكاية دي بتحصل كتير خلال فترة الأزمة بتاعت كورونا، كانت أخبار بتصلنا مثلا إن الدراسة متوقفة أو إن
يعني تم تأجيل الامتحانات وأخبار من هذه النوعية، ويجوا في فترة من الفترات اللي فيها استقرار وما فيهاش أي مشكلة، وتجي لك الأخبار دي أو صورة هذا الخبر زي ما كان منشور على الموقع نفسه في هذه الفترة، ويتم تراسلها على اعتبار إن الخبر ده لسه جديد ولسه حاصل، وكان البعض للأسف بيصدق دون إنه يتحقق. كانت أبسط وسيلة للتحقق إن إحنا ندخل على الموقع أو نتأكد هل فعلا في خبر بهذا الشكل أم لا، وبمنتهى البساطة بنجد إن هذا الخبر هو كان منشور من فترة زمنية سابقة وهو غير حقيقي في الفترة الحالية. ده مجرد نموذج بسيط من حياتنا الواقعية، أتمنى إن إحنا نكون على درجة أكبر من الوعي بهذه الأمور، ونكون يعني نموذج للآخرين في إنهم يقتدوا بينا، أو إن إحنا نحاول نوصل هذا العلم للآخرين حتى لا ينخدعوا وحتى لا يقعوا في فخ الفيك نيوز، ويعني يتحقق الغرض من تضليلهم اللي هو بيكون مقصود من الجهات اللي بتنشر هذه النوعية من المعلومات. يعني أنا بتمنى يكون الموضوع يعني واضح بالنسبة لكم، وعرفنا كل الأبعاد المتعلقة بهذا الأمر، ويعني نقدر إن إحنا في حياتنا نستفيد على أرض الواقع بهذا المحتوى. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، دمتم في أمان الله وحفظه ورعايته. سلام الله على قلوبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.